يقول: هناك مسلمون حققوا لا إله إلا الله فعندهم هذه البطاقة، ولكنهم أصحاب ذنوب ومعاصي وربما بدع ويدخلون النار مع ذلك، كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد من طيش السجلات؟ نعم، هذا حققها، قال وحققها فنال هذه الكرامة. وأما من يقولها وعنده نقص فهذا تنفعه لا إله إلا الله، لكن يكون عنده نقص قد يدخل النار ويعذب بها ثم يدخل الجنة بعد ذلك بلا إله إلا الله، فأهل لا إله إلا الله يتفاضلون. نعم.